إلى ذلك وضع رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن عبد الله أحمد محنف ومعه سعادة السفير المصري بصنعاء أشرف عبد الوهاب عقل ونائب الملحق العسكري المصري العقيد محمد كمال إسماعيل اليوم إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المصري بصنعاء، وذلك تزامنا مع احتفالات بلادنا بالعيد 24 للجمهورية اليمنية 22 مايو المجيد، عرفانا بتضحية الأشقاء المصريين في دعم ومساندة الثورة اليمنية.